في الفيديو ده احنا هنعمل مقارنه غريبه جدا، معانا ارخص موبايل جيمنج نزل في السوق من شاومي بسعر $250 قصاد اغلى موبايل جيمنج لسه نازل السنه دي بسعر $800. موبايلين عملوا طفره في السوق اول ما نزلوا. من الاخر كده احنا جايين في فيديو النهارده نعرف ايه الفرق، يعني ايه اللي يخلي واحد يدفع $250 في الموبايل ده ويقتنع بيه ويحبه عادي جدا، وواحد يدفع $800 في الموبايل ده وبرده هيقتنع بيه ويحبه جدا. ايه بقى فرق الطبقات اللي بين الموبايلين دول؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. فكره فيديو رايقه وتستحق اللايك دلوقتي حالا، واعمل سبسكرايب بقى عايزين نوصل 1,000,000 في اسرع وقت. ومن غير كلام كتير خلينا نبدا الفيديو النهارده على طول. مبدئيا كده اول اختلاف في الموبايلين دول هيكون العلب بتاعتهم نفسها، بس خلي بالك محتويات العلبه في الموبايلين يعتبر واحد، يعني مش الفرق الواو، انما طبعا كتجربه باكجينج وكده لازم يبقى في اختلاف رهيب زي ما انت شايف قدامك. علبه بسيطه جدا محطوط لك فيها الحاجه اللي انت عايزها، غير علبه متكلفه طبعا وفيها حاجات كده. بص الشكل عامل ازاي والدنيا والريفليكشنز وبتاع. ابدا كده بالريد ماجيك الاول. اوكي، اول ما بتفتح العلبه بقى تحس ان انت خلاص داخل ايه، عالم الجيمنج من اوسع ابوابه. تفتح تلاقي عندك دبوس الكاردز وعندك جراب شفاف كده بس مش سيليكون زي الموبايلات التانيه، يعني مش بيتني معاك وبتاع. وطبعا عندك راس الشاحن وعندك كابل شحن. زي ما قلت لك طبعا اللي يفرق هنا بقى الباكجنج نفسه، يعني العلبه نفسها شكلها عامل ازاي كقيمه يعني. والشحكه من الاخر هنا طبعا انت دافع بقى موبايل اقتصادي وبتاع البوكو اكس 3 برو، علبه متواضعه جدا بس فيها كل اللي انت عايزه. عايز جراب سيليكون شفاف موجود اهو، بس يعني هو ايه عفن شويه مني بس قشطه، بس يقضي الغرض في الفئه دي جدا. وعندك برده راس الشاحن وكابل شحن. وعلى فكره الموبايلين بيبقى جاي عليهم سكرين بروتكتورز اصلا متركبه عليهم من الشركات، فحرفيا الموبايلين يعتبروا جايين بنفس الباكج بالظبط، نفس البوكسات بنفس محتويات العلبه. في نقطه الانبوكسنج طبعا هندي بوينت البوكو اكس 3 برو بانه حرفيا تلت سعر الريد ماجيك 8 برو وجاي بنفس محتويات العلبه بالظبط، فالموبايل ده ياخد نقطه. خلينا بقى نتكلم شويه عن ديزاينز الموبايلات نفسها، شكل الموبايلات العام. طبعا في النقطه دي مش هينفع نتكلم عن الاكس 3 برو، مش هينفع يعني. خلاص مفيش اوبشن. لا يعني انت معاك هنا موبايل طبعا ايه، معلش بس خلينا نفتحه كده. ايه بقى التحفه الفنيه دي؟ انا بكلمك بجد والله، شيل بس البوكو كده من الخلفيه دي. ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ هو في موبايل كده فعلا في الدنيا ولا ايه؟ موبايل شفاف كل حاجه فيه ار جي بي، بقى عندك هنا مروحه فاهم بتنور ار جي بي، عندك هنا كلمات مكتوبه على ظهر الموبايل وبتنور ار جي بي برضه، بس النور بتاعها للامانه بيبقى ضعيف شويه في الموبايل ده بالذات، انا مش عارف ليه. يعني 7 برو اللي قبله كان الار جي بي بتاع الكلام واضح اكتر من كده، بس قشطه يعني انت عندك هنا ظهر بينور وعندك مروحه ار جي بي بتنور وعندك تريجرز في الموبايل بتاعك كانك بتلعب بدراعات بلاي ستيشن. الموبايل ظهره من الازاز وحواف من المعدن، حاجه تحفه. موبايل مفيش زيه اصلا كديزاين، ده احلى موبايل ممكن تشوفه او تمسكه في حياتك يعني. ده الريد ماجيك 8 برو. خش بقى على البوكو اكس 3 برو بس كده، يعني مفيش بقى حاجه ولا تقول لي ار جي بي ولا بتاع، هو البوكو اكس 3 برو مكتوب هنا بوكو وشكرا. خلاص كده هم انهوا الكرياتيفيتي بتاعتها، خلاص هم كتبوا اسم الشركه هنا وحط لك الكاميرات وبس يا معلم، انت عايز ايه اكتر من كده؟ وهي طبعا ظهر من البلاستيك، حواف من البلاستيك، كل حاجه بلاستيك. وهي طبعا زي ما قلت لك قبل كده يعني الحواف دي بتتخربش بسرعه قوي لانها بلاستيك، ففي نقطه الديزاين ما فيهاش نقاش طبعا الريد ماجيك 8 برو اللي يكسب. ثانيه كده بس معلش، انت عملت لايك للفيديو؟ طب عملت سبسكرايب للقناه ودوست على زر الجرس اللي جنب سبسكرايب؟ طب والله العظيم عيب الكلام ده يا جدعان، يعني انت بتتفرج لحد دلوقتي وما عملتش لايك وعملت سبسكرايب؟ طب اعمل يا عم لايك يعني، والله اللايك بتاعك ده بيفرق جدا خلي بالك. السبسكرايب بتاعك بقى بيفرحني جدا، وعايز اقول لك ان انا بعمل ساعات هدايا عشوائيه كده للناس سبسكرايبرز الموجودين على القناه. اخر واحد دايما كده لما بخش مثلا ابص الاقي اشوف اخر واحد مثلا عامل سبسكرايب، ساعات بدي له هديه. في كام حد عارف الموضوع ده، فتاكد دايما انك عامل سبسكرايب، لان في ناس بتتفرج على الفيديوهات ومش عارفين ان هم مش عاملين سبسكرايب اصلا يعني. تخيل الناس مش واخده بالها معلم بالزرار ده. نخش بقى على نقطه مهمه قوي وهي الديسبلاي او الشاشات بتاعت الموبايلات. يعني الشاشتين على فكره تقريبا يعتبروا نفس الحجم، يعني الريد ماجيك اكبر سيكه، الريد ماجيك بالظبط 6.8 انش قصاد البوكو اكس 3 برو اللي جاي بشاشه 6.67 انش. ولكن طبعا كاستغلال مساحه شاشه في فرق ابن لذينه يعني، معلش يعني انت هنا حرفيا ماسك شاشه حرفيا، انما هنا انت عندك حواف طبعا فوق وتحت ويمين وشمال، وعندك هول بانش في الشاشه، عندك كاميرا. هتيجي تقول لي ايه ده، هو الريد ماجيك ما فيهوش كاميرا؟ اقول لك اه، الاختراع ده ما فيهوش كاميرا. بص كده يا معلم والله مفيش كاميرا، مش هضحك عليك. فالكاميرا هنا مستخبيه تحت الشاشه، مدفونه يا معلم، دي لوحدها تكنولوجيا بفلوس يا معلم والله. انت هنا عندك موبايل كاستغلال مساحه شاشه هو احسن موبايل ممكن يكون موجود في العالم دلوقتي، مفيش حواف اصلا، مفيش حتى الكاميرا اللي موجوده دي عشان يعيشك جوه التجربه نفسها وانت بتلعب. ولو بنتكلم بقى على الشاشه نفسها كاسبكس يعني، فانت عندك هنا شاشه املت بريفريش ريت 120 هرتز، ومستوى السطوع بيوصل ل 1300 نتس، مستوى السطوع عالي جدا. قصاد البوكو اكس 3 برو اللي جاي بشاشه اي بي اس ال سي دي بريفريش ريت 120 هرتز برضو، ودي حاجه كويسه اه، ريفريش ريت عالي، ولكن شاشه اي بي اس ال سي دي الوانها متواضعه جدا يعني اللي هو جدا فاهم. ودي حاجه خلي بالك انا برضو احترمها في شركه شاومي، يعني معلش هم عاملين موبايل جيمنج فهم عارفين هم هيهتموا بايه، هيهتموا جزء البروسيسور واللي هنتكلم عنه كمان شويه. فلما يضحي لك شويه بالديزاين، يضحي لك شويه بالخامات بتاعت الموبايل، يضحي لك شويه بالعلبه مثلا، يضحي لك شويه بالوان الشاشه، يعني حاجات بسيطه مش هتاثر معاك في تجربه اللعبه قوي انت فاهم. خلينا بقى نتكلم عن وسائل الحمايه او الفينجر برينت الموجوده في الموبايلات هنا. الريد ماجيك 8 برو جاي ببصمه تحت الشاشه
وبصمة عملية جدا عادي تقدر تعتمد عليها في الموبايل، ولكن الى حد ما سيكا بتعلق يعني، او انا مش واخد على مكانها برضو لانها عاليه شويه المفروض تبقى تحت سيكا بس قشطه. عنده طبعا فيس ريكوجنيشن صاروخ اصلا، هو ما بيشوف وشي بص كده معلش يعني دلوقتي اهو ديك خلاص فتح فاهم، ما بيقعدش اصلا ثانيه. والبوكو اكس 3 برو جاي فيه بصمه في زرار الباور لان هنا الشاشه اي بي اس ال سي دي، ولكن البصمه اللي في زرار الباور دي على فكره سريعه جدا وتكاد تكون بتفتح اسرع من البصمه اللي تحت الشاشه اللي هنا في الريد ماجيك 8 برو. يعني لو خلينا نجرب كده برضو ايه بص كده، حاول كده تلاحظ انا مجرد ما بلمس فعلا بيفتح الموبايل ودي حاجه رهيبه، انما هنا انت فاهم بص يعني ثانيه برضو بضطر ادوس ثانيه فاهم. ففي نقطه الفينجر برينت على فكره البوكو اكس 3 برو اسرع، فالراجل ده احنا هندي له بوينت هنا في الفيديو. نتكلم بقى شويه عن كاميرات الموبايلات دي، بما انك هتشتري موبايل جيمنج فطبيعي التضحيه هنا هتبقى في الكاميرات بتاعه الموبايلات، ده بديهي جدا يعني. الموبايلين بصراحه كاميراتهم على القد ولكن في حاجات معينه، بمعنى خلينا نبدا بالكاميرا الخلفيه وسيبك بقى من حته ده كم ميجا بكسل وده كم ميجا بكسل، احنا مالناش دعوه بالميجا بكسل انت عارف. وفي المقارنات بالذات انا بحب جدا اقارن الصور اللي طالعه من الكاميرات، ما اقارنش بقى ارقام وميجا بكسلز والجوده. في نقطه الكاميرا الخلفيه بالذات والصور اللي بتطلع منها انا ما عنديش نقاش يا معلم، الريد ماجيك 8 برو بيطلع صور رهيبه يعني معلش يعني، كالوان كشارتنس كتفاصيل في الصور حتة تانية خالص، ده متوقع جدا معلش يعني، انت برضو ايه معاك موبايل هنا بتلت السعر فطبيعي الكاميرا تبقى على قد يعني هنا، وده حرفيا حاصل في فرق شاسع بين الكاميرات حتى كالوان. بص كده تحس ان دي صورة ودي صورة تانية خالص حرفيا، مع ان الاتنين متصورين في نفس ظروف الاضاءة بالظبط يعني، ولكن الوان الصورة اللي في الريد ماجيك 8 برو مختلفة تماما بجد، عاملين معالجة الوان هنا رهيبة. وبالنسبة كمان للعزل يا معلم، يعني عايز اقول لك الاكس 3 برو ساعات بيغلط شوية في العزل، وانما برضو الى حد ما يعني عارف يطلع صور العزل زي الريد ماجيك 8 برو، يعني بيعرف يقصقص الاطراف حلو انت فاهم، ولكن ستيل برضو في المجمل الوان الصوره في ريد ماجيك 8 برو مختلفه تماما عن البرو. فانا بالنسبه لي في نقطه الكاميرا الخلفيه انا ارجح جدا كاميرا ريد ماجيك 8 برو، وده مش معناه ان كاميرا البوكو تعبانه، هي تعبانه مقارنه بريد ماجيك، انما في المطلق بسعر الموبايل ده على فكره كاميرته تقدر تعتمد عليها عادي جدا. وفي نقطه الكاميرات عايز اقول لك ان البوكو بيقدر يصور فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه، انما ريد ماجيك 8 برو بيقدر يصور فيديوهات لحد 8K. مش عارف بصراحه هتصور 8K ليه، ما عنديش فكره والله، انت لو هتصور 8K في حاجه مهمه قول لي عرفني ايه اللي هتصوره يعني. بالنسبه بقى للكاميرا السيلفي، وحط لي بقى خطين ثلاثه تحت الكاميرا السيلفي دي، لان هنا انا عايز اقول لك ان البوكو اكس 3 برو صوره في العموم احسن من ريد ماجيك 8 برو، وده طبعا راجع لنقطه ان الكاميرا هنا في ريد ماجيك 8 برو هي كاميرا مدفونه تحت الشاشه، مش كاميرا دايركت كده باصه لوشك فاهم، في ستيل طبقه مخبيه عليها، فالصوره مش طالعه انقى حاجه ولا اوضح حاجه من الريد ماجيك 8 برو ككاميرا سيلفي. وانا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو الريفيو الكامل بتاع ريد ماجيك 8 برو، ممكن تروح تشوفه برده على الشانل بعد ما تخلص الفيديو ده كده كده يعني، ان ريد ماجيك 8 برو صور الكاميرا السيلفي بتاعته صور ضايعه، يعني انا عايز اقول لك في اضاءه ضعيفه هي كارثه، في اضاءه قويه بيعرف السوفت وير يظبط المشاكل بتاعته، فبيطلع الصور الى حد ما ممكن تبان من بعيد احسن من البوكو اكس 3 برو، وده بفضل معالجه الالوان. انا قلت لك معالجه الالوان بتاعت الصور اللي في ريد ماجيك المره دي النسخه دي بالذات من ريد ماجيك بجد رهيبه، احسن من ريد ماجيك 7 برو خلي بالك كمعالجه الوان صوره يعني، سوفت وير مرعوب فيه حلو فاهم، عارف يطلع الوان الصوره مظبوط، عارف يداري ديفوهات الكاميرا اللي هو عارفها اصلا، الموبايل عارف ان الكاميرا بتاعته مدفونه تحت الشاشه، بيطلع صور عامله ازاي، ممسوحه التفاصيل وكل حاجه، فبيبدا يعدل بالسوفت وير كده عشان يعلي كواليتي الصوره ويبينها لك حلوه، وده على فكره بينفع في ظروف الاضاءه الكويسه جدا زي مثلا وانا بتصور هنا سيلفي في الاستوديو، انما لما تبتدي تصور في ظروف اضاءه ضعيفه الريد ماجيك هيتعب خلاص مش هيقدر بقى، ما عندوش تفاصيل اصلا داخله الصوره، هو مش شايف الصوره كويس فاهم. وعشان كده الكاميرتين الى حد ما ممكن نعتبرهم متكافئين، في ظروف الاضاءه كويسه الريد ماجيك برو انا حابب صوره اكتر، انما في العموم في المطلق في ظروف الاضاءه الطبيعيه العادي انت ممكن تصور بالليل مع اصحابك ولا حاجه، البوكو هيطلع لك صور الى حد ما احسن، ودي حاجه خلي بالك كويسه جدا ونقطه في صالح البوكو اكس 3 برو، انه موبايل سعره ارخص كتير وفي نفس الوقت كاميرا سيلفي تقدر تعتمد عليها. بالنسبه لبطاريات الموبايلات دي، البطاريات هنا خلي بالك قريبه من بعض يعني مش بعيده للدرجه يعني، عايز اقول لك البوكو اكس 3 برو بطاريته 5160 ملي امبير اور قصاد الريد ماجيك 8 برو اللي بطاريته 6000 ملي امبير اور، وطبعا في فرق لصالح الريد ماجيك هنا ده كده كده يعني. وعايز اقول لك ان البروسيسور الريد ماجيك نفسه موفر اكتر في البطاريه من الستاندرد 860 اللي موجود في البوكو، واللي هنتكلم عنهم كمان شويه اتقل معانا هنتكلم عن البروسيسورز وكل حاجه دلوقتي. عايز اقول لك ان الريد ماجيك انت لو مش بتستخدمه في الالعاب الموبايل هيطول معاك عادي جدا ويكمل معاك اليوم، وكذلك البوكو على فكره، انما اداء الريد ماجيك كان احسن شويه كتوفير بطاريه. ولو هنتكلم عن سرعه شحن فعايز اقول لك الريد ماجيك 8 برو جايب سرعه شحن 65 واط، دي النسخه الجلوبال يعني، شحن لك من 0 ل 100% في 43 دقيقه، قول ساعه الا ربع بالظبط يعني، انما البوكو اكس 3 برو بيدعم سرعه شحن 33 واط، شحن لك من 0 ل 100% في ساعه، فرق ربع ساعه بين الموبايلين برده مش الفرق الكبير، وعشان كده على فكره انا ممكن هنا ادي بوينت للاثنين، لان الفرق مش واو، وفي نفس الوقت الاكس 3 برو ارخص كتير فاهم؟ فلما تيجي تقارن بين الاثنين في النقطه دي تحس ان الاثنين يعتبروا متكافئين يعني. جينا بقى الجيف اواي الفيديو ده، وايوه انا ما نسيتكوش يا جدعان في جيف اواي الفيديو ده ما تقلقوش، والجيف اواي المره دي هتكون على الميترو وايرلس ايربادز بيسك 2 بتاعت شاومي، سماعه شاومي الوايرلس الخطيره جدا دي، السماعه دي على فكره ميت برشامي انا ما
جربتهاش حتى. السماعه دي سعرها 800 جنيه، وهتكون هديه لواحد فيكم في الفيديو ده. هتلاقي في الفيديو ده 7 نجوم ظاهرين زي الشكل ده بالظبط كده، وهيكونوا متوزعين بشكل عشوائي كالعاده. فكل عليك انك تعرف السبع نجوم دول ظهروا في الاوقات ايه بالظبط، تكتبهم كده الدقيقه كذا الثانيه كذا، وبعد يومين من نزول الفيديو ده انا هختار عشوائي واحد من اللي مجاوبين صح الاجابه دي. ولازم تكون مجاوب صح، لان في اشكال ثانيه ممكن تظهر، ممكن يظهر بقى مثلث مربع بدل نجمه. خلي بالك وما تمشيش ورا كومنت اي حد يعني. وزي ما قلت لكم السحب هيكون عشوائي كمان يومين، فعندك فرصه عادي جدا حتى لو اتفرجت على الفيديو ده متاخر شويه. وبجد اتمنى كل الناس تكسب، ولازم تكون متابع اول باول كده عشان في جوائز كتيره جدا في الفيديوهات الجايه. خلي بالك اللي بيكسب انا بتاكد الاول هو عامل لايك للفيديو ده وعامل سبسكرايب وداس على زر الجرس اللي جنب سبسكرايب ولا لا، لان لو حد كسب ومش عامل الحاجات دي فللاسف مش هياخد الهديه. فخلي بالك وتاكد انك عامل الحاجات دي دلوقتي عشان لو كسبت في الجيب اوي تاخد الهديه بتاعتك. جينا بقى على اهم نقطه، واللي انا عارف وانت عارف ان انت مستنيها كده كده، يعني البروسيسورز بتاعت الموبايلات دي. اداء الموبايلات بقى، ما دي موبايلات جيمنج لازم نتكلم عن ادائها. البوكو اكس 3 برو جايب السناب دراجون 860، معالج 7 نانومتر، معالج قوي جدا بجد والله العظيم. هو لحد دلوقتي هو اقوى موبايل في سعره من حيث البروسيسور. يعني البوكو اكس 3 برو شاومي ما عرفتش تعمل زيه، وقلت ده في فيديوهات كتيره جدا. لحد دلوقتي لحد وقتنا هذا شاومي ما عرفتش تنزل موبايل في سعر الموبايل ده يكسبه في الاداء، ما حصلتش. هي كانت طفره كده في سنه ما شاومي قامت عاملاها وندمت تقريبا، يعني عارف انت الموبايل ده ممكن يكون اكتر موبايل اتباع، فاهم؟ قصاد الريد ماجيك 8 برو واللي جايب السناب دراجون 8 جن 2، معالج 4 نانومتر، هو اقوى معالج اي موبايل اندرويد دلوقتي. وفرق الاداء على فكره بينه وبين السناب دراجون 160 كبير جدا كاداء بقى وتوفير في البطاريه وكنترول حراره الموبايل نفسها. بس السؤال هنا بقى، هل الاختلاف ده باين؟ ودي نقطه مهمه جدا وشعرايه كده تفصل بين الحته دي، فمهمه جدا. مش عارف ايه شعرايه اللي انا قلتها دي، بس تمام. يعني عايز اقول لك ان اداء الموبايلات اليومي كده عالي كاستخدام سوشيال ميديا ومش عارف ايه، يعني انا مش حاسس بالفرق اللي هو يعني فاهم، مش الفرق اللي تدفع فيه فعلا 3 اضعاف سعر الموبايل اللي هو البوكو ده. اصل هقول لك على حاجه، الشاشتين 120 هرتز اي نعم باين الى حد ما برده فرق، بس فرق بسيط جدا لصالح الريد ماجيك 8 برو. السوشيال ميديا بقى وتنقل بين الابلكيشنز وكده، خصوصا ان واجهه شاومي انت عارف وانا عارف برضو ان فيها مشاكل صغيره كده كبجات بقى وبتاع، وخصوصا الميو اي الموجود في البوكو اكس 3 برو مش احدث ميو اي موجود، فاهم؟ عشان كده لحد ما السوفت وير مش احسن حاجه. انما بقى في نقطه ثانيه مهمه جدا برضو، وهي الالعاب بقى يا معلم. يعني خلينا نجرب نلعب كده على الموبايلين، نفتح ببجي مثلا على الاثنين نشوف السيتنجز اللي بيلعبوا عليها. عايز اقول لك بقى ان الموبايلين جايين بسماعات ستيريو، صوت محيطي متجسم في الموبايلين، ولكن يعني صوت الريد ماجيك لا يعلى عليه يا جماعه، صوته اعلى كتير قوي واوضح كتير قوي، حاجه نظيفه كده، صوت نظيف طالع، فاهم؟ سامع طبقات صوت كتير قوي وبتاع متمزج، يعني فرق فعلا كبير قوي بين صوت الموبايلين، مع ان البوكو شغال هو كمان على فكره وانا سامعه، بس صوته واطي جدا مقارنه بيه. لو هنتكلم عن السيتنجز بقى يا معلم، فعايز اقول لك ان الموبايلين بيلعبوا على اتش دي ار وفريم ريت اكستريم، انما طبعا لما تجيبها على سموث فانت عندك في الريد ماجيك هنا اوبشن 90 فريم، دي حاجه قويه جدا، وشباب كتيره جدا من الجيمرز وبتاع يفرق معاهم جدا النقطه دي. انما البوكو طبعا سموث وفريم ريت اكستريم برضه، ما عندوش اوبشن 90 فريم خالص، وعشان كده دي لوحدها بوينت لصالح الريد ماجيك. يعني سيبك بقى من نقطه اللعب نفسها، انا مش هجرب العب دلوقتي عشان ما اضيعش وقتك، يعني بعد تجربه الموبايلين دول مع بعض فعلا كالعاب هنا وهنا ورا بعض كده، بفضل ان جوه الموبايل ده مروحه فبيقدر يكنترول حراره نفسه كويس قوي وهو بيلعب. فالموبايل ده وحش فعلا بمعنى الحرفي، وانت بتلعب على الموبايل ده انت مش هتقابل سخونه في الموبايل، مش هتقابل ان الاداء يقل مثلا عشان الحراره او حاجه، لا الحاجات دي مش موجوده. وده طبعا راجع لقوه المعالج نفسها وفكره المروحه والتبريد الموجود في الموبايل ده، عكس تماما اللي بيحصل في البوكو اكس 3 برو، واللي هو طبعا بيبدا يقلل في ادائه جدا بعد مثلا نص ساعه ساعه من اللعب المستمر، تلاقي اداء الموبايل بيقل شويه لان المعالج بيسخن، فبيبدا يقلل اداءه عشان ما يبوظش الموبايل. ده غير طبعا وانت بتلعب هنا على الريد ماجيك وعندك التريجرز بتوع البلاي ستيشن دول، حرفيا التجربه دي تفرق معاك جدا كراجل جيمر بقى وبتلعب كتير على الموبايل بتاعك. وعشان كده كتجربه لعب فعليه كده وبتقعد تلعب لساعات طويله، وانا عارف جيمرز بيلعبوا بالساعات حرفيا طول اليوم، الريد ماجيك 8 برو طبعا هيسد معاك اكتر بكتير قوي من البوكو. وكده مش باقي غير ان احنا نتكلم عن سعر الموبايلات دي ومنين تقدر تشتري الموبايلات دي بارخص سعر موجود دلوقتي. بالنسبه للريد ماجيك 8 برو ففي منه نسخ كتير جدا نازله، سواء باختلاف اللون نفسه او اختلاف الذاكره بتاعه الموبايل وكده. يعني مثلا الريد ماجيك 8 برو ده سعره بيبدا من 650 دولار، وعايز اقول لك النسخه دي رهيبه من الموبايل، نسخه لونها اسود مش ترانسبيرنت زي كده، وفي نفس الوقت هي 12256 مش 512 زي النسخه اللي معانا دي، بس بتبدا من 650 دولار، وده سعر ممتاز جدا ليك كراجل جيمر وعايز موبايل برده سعره مش شاطح قوي لفوق، فاهم؟ انما لو عايز النسخه اللي معانا دي بالظبط، فالنسخه دي سعرها 800 دولار، وهي نسخه 16 جيجا بايت رام و512 ذاكره انترنال. انما الاكس 3 برو ففي منه نسختين، نسخه 128 جيجا ونسخه 256 جيجا. النسخه ال 256 واللي في الغالب انت هتروح تجيبها يعني سعرها 280 دولار، يعني حوالي 1050 درهم. انما النسخه ال 6128 من البوكو برده سعرها 850 درهم، وده سعر ممتاز جدا فعلا، يعني بجد ده ارخص سعر ممكن تجيب بيه الموبايل ده، وفي نفس الوقت باعلى اداء انت ممكن تاخده في اي منافس، هو حرفيا اعلى بروسيسور في سعره. فخلينا بقى ايه نقول خلاصه الفيديو كده، يعني بعد ما عرفنا بقى امكانيات ده وامكانيات ده والفروقات ما بينهم وسعر كل موبايل فيهم، وكالعاده لو عايز تشتري اي موبايل فيهم بنفس السعر اللي انا لسه قايل لك عليه ده، فاللينكات كلها موجوده
تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا. فانزل يا معلم روق على حالك وشوف الموبايل اللي انت عايز تشتريه منه واشتريه بارخص سعر وانت مطمن. نيجي بقى لرايي انا. انا شايف ان والله لو انت البادجت معاك خلاص هي مقفله على 250 300 دولار ومش هتعرف تزود عن كده ومستحيل، فما قدامكش اوبشن تاني غير بوك اكس 3 برو. ومش عايزك في الحاله دي بقى تتضايق، لا انت معاك موبايل فعلا هيقدم معاك جدا في الالعاب. لو انت خايف من النقطه دي فانا بقول لك اهو اطمن، البوك اكس 3 برو لحد دلوقتي لحد السنه دي مقدي جدا في الالعاب. انما بقى لو انت راجل ممكن تزود وتجيب الريد ماجيك 8 برو حتى لو اول نسخه منه اللي هي ب 650 دولار، انا شايف انها تستاهل. يعني لو انت محتار هو الموضوع ده يستاهل ولا لا وتجيب موبايل فئه متوسطه وتريح دماغك وخلاص، لا انا بقول لك يستاهل. لو الجيمنج بالنسبه لك مهم تلعب كتير سواء بقى بتصور فيديوهات عليه بقى وانت بتلعب بتعمل اي حاجه، هات الريد ماجيك بجد يستاهل جدا سعره ويستاهل كل الدولار وكل جنيه دفع فيه فعلا. يعني موبايل هيعجبك، موبايل رايق، حاجه كده مختلفه فاهم. ولو انت بتحب الاختلاف فده موبايل مختلف فعلا مش مع حد تاني غيرك، بجد موبايل خطير. ما عندكش حواف اصلا في الشاشه، حرفيا ماسك شاشه في ايدك. ماتيريال بقى فريم من الالومنيوم وظهر ازاز وشفاف ومراوح ار جي بي وحاجات بتنور في الظهر، بجد موبايل خطير واقوى معالج في العالم. سعره على فكره بالنسبه للفلاج شيبس بقى والموبايلات القويه وبتاع لا هو ارخصهم. يعني معلش يعني موبايل زي ده ما يبدا من 650 دولار، لا ده سعر ممتاز. عشان كده الريد ماجيك 8 برو بجد انا ارجحه جدا ليك لو انت راجل جيمر. ده كان رايي الشخصي، استني اعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انا بقرا كل كومنتس برد عليها. وبس كده يا جماعه، خصوصا في رايكم وسيبوا لايك وسبسكرايب كبير، وارجعنا على فيديو جديد. Peace.